السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضمان أمد الصوم عليها بأبو حيران سود وهذا قصود وهذا مركلات مقال عصب إن شاء الله بالكريم ونقنطون مقال هذه أدادكم حسين جرتين وأتكفى إذي سنتون تعال وحن كسوها ليه دي إلامي قاعي كس كنترول أفكو كسوتك أي أفكو يا أهدو ماشو قبيقين يهي السين كدير وضادا أنا أهدو كسعدو وضادا إسبتال الحياة أما إسبتال فقي إنكو يالو السين كدير سين كدير لابو إيريو كلا نقضاء لنا عنوى عيرة شبيها لنا عنوى حويان قول كبنادر موصص كادا وصعنو وبوصص دوكمينتي أهان توضو شرعي قوضو يهي قول كبنادر سين كدير نتاتكو انتو بادو محير هذان وحو كلا برا قول كبنادر يهو شوية لدهوسي إنكستو حلق هوري تتكا سي شيغيان بلعاد إلا أفكوي قبل كبناتر ودولكو وضعها مردن با سانلو كالجري لكن إلا ما ساحنا وحويان عاصمت دا إني إنتاقو كوبنا تواليغ في عينيهي عاصمت دوا إني إلا ترتنت عاصمت ها دونك وإياد معنا ساحا هاني وويناتو ساساني جعلالها دي رأيي يلي ويديو أنا قاعدة مهمة دان مقال كانوا صوبان ديانو وإن كفايدي ستان رولك معقول كاين سرون كرنو تتكوي كفايدي كران تقالها نوي جميهين وانا رول ديانا واسوحان كرتي دونا هدو ألا قدرو مقالة دي كيالة ديانا هو اللي بحافظت انت بادن قرب جوغي وبدايهين كل حيالة قيمي سنو أدو جميع وددان وهذا جاي إلا إسبتالك إلا كورينا أدا وإسبتالك حتى ويدافتا وطدو حوغا بادن بيسعتا أنا إسبتالك وحيانا دافي دورنا كان رالي هذا وقالك عدك أنكو دوبي رونتا هرقا بيقايا ركا إنت مسلنا إلهيك بدبادي كان أنا الله نقا عافيو لكن سيدي أهربتنا تو عدكو نقوماي وهذه كي عذر دارنية. إسبتالك إكتسان أدوه هاي كاميرا دوان سيوة دويني أو إسبتالك إيريه دي سنة سفيع عن أدوه ربي لكن وي سوري كيلو إسا صوتو آد بالوب بحي سيو عميران تاميشا وقلب كلو صوفاريستو الله ما قياسي كارو وي عميرنيد تدبضن بافديي وضيالي يبقاني رأي وحول بيسو جرا إسبتالك واكا أنا قلنا دي نفطوين ودي تينا تسكع هذه كاميرا ذوق قبنا ما دام إيش أدلو بحال بس كذي كان كأما إيري ده تكن بع كلب كيس كجع عوية حلقة عن طوبة أنا وقياس كرتان ومقرب وقرحة باب السيد عيسى هذا كذي مكتبي نقنيسة إن فهنتان إسكت ضيا وحيابها عن إدين صوبان تجيو ومقال كي أتكلم ستان مركو قفكم حيو فهم وتجيستو مقالان وارك وحبطن باوغ صوب حيدي ماشيني انفعسين نسال انفعينو كران كرا لكن كليا مقالك انتو واريسا داد كاركتت اما تيتالك اقر سيئات رادت دول كانا ربا وحي وحامليني سؤون نقوم وايو اما قيمات اماليني لنقوم نقضوا عرباتو ارك اهم شيء وانا مقالك فهنتان ريستان مقالك انا دلامي قاك صوب بلاب الا بوسكينا كتغانا ربا سيدي قفكي وباهن إنه سي واضح أو أركو ولعلاب لعانا أو أركي كر هذا ما أنتي مقال كان قفك داوضو حتى ماشان إماش أوغا ما باحنا بريكا مالين حتى إن لقي يوم باحنا أساقات تقي كرا وحاسو جودي وحلو بحناي وإنا تفهنتان وحي مركز قفل بو قلمي كرانا واصل وجيرا هذا أوكي بوسكا وابوسكي أبو كرقا وكرقي إنا هوا إيريا دي أما دول كانوا باحنا يوكرا قفكو إنه هذا إن وان إميت هذا وحان إذن كو قبان دونا رولكا بوسكو واكن كوغان هذا اسمها لغو هذا وجين كتاب كورا لغو بدلي هذا لديسيو بوسكان هذا كسو جيساني وكوغا سو قوي بوجيدا كن كوفر بوجيدا بوسكان حافتان كو يالا جيهدي سوا بد حقيد بوجيدا لماتن شاني تبما عبر كو كفاليو وإلي سيهاي حافظة سيدة أو تسانة أو قروح ذو بضان لأي أو قلب جوكت أو بدين ينبوكو يالا حقيقة
halkaan aad joogno marka hore loo dhaafo oo xaafadaha gudaha loo sii karaa 16-18 lagadaa dhulka ku yaalo. Booskan wadada weyn ee isbitaal Alxayaad soo hormarayso wuxuu ka yahay booska 3-aad. Waa aragtaana xaafad oo dhan way dhisan tahay. Qiimihiisu booskan waa $14,000. Lacagta lagu rabo waa 14,000, waa 25,000. Maantay qof walba oo isdhihi karo lacag badan mihiisatid, waa dhul uu ka faa'iideysan karo. Deegaanu ku yaalaa mootada magaalada meesha ugu dambeysa kaasoo qaada guriga ugu keeni kartaa. Sababtoo ah wadada ugu dhow yahayna waa wado 20 mitir oo laamiga kasoo leexato, aan leexleexanin oo luqluuq warwareeg lahayn. Uu booska 3-aad ka yahay magaalada meel kasta ugu imaatidna dee mooto wado jaayana way martaa, laamina way martaa, waad ku imaan kartaa. Meel dhisan oo deegaan ah oo ceelashii intaan la gaarinin kasoo ka'a, xaafadaha ceelashaaba la gadaa 20,000-30,000 oo weliba laamiga xoogaaga u jiray. Ka waran meeshaan dhisan sidaan quruxda badan 14,000 aad ku heshid. Haddii xitaa aad 2 reer u kala rabtaad kala degsan kartaa, hadaa waalidka ay adiga rabtidaa wada degi kartaan oo nus iyo nus u dhisan kartaa. Qofkii daniinayaba dhul lacag yar magaalana ka rabay waad haysaa. Dhulkan hadda gobolka Banaadir uu ka tirsan yahay, siinka dheer dhinaca uu kulay waa ceelasha iyo digmahaan Kris Baley u dhexeysaa, oo dhulalka qaarna waa ceelasha biyo shabeelada hoose dokumentiyadooda ku qoran, qaarna gobolka Banaadir ku qoran. Booskan marka gobolka Banaadir ku qoran oo sharci ahaantiisa dokumenti ahaan waa dokumenti nadiifa oo meel walba qofku uu rabo uga wareegaya. Dhul ahaana waa dhulka hadii aa aragteen ee magaalada ku yaala. Sharciga dhulka waan idiin sheego, dee waa sharci ahaan dokumenti ahaan waa nadiif, goof ahaana qofku kasoo jeedo waa nadiif. Sidoo kale cabirka uu ku fadhiyo waa 20,015. gobolka Banaadir meesha rabtidu kaaga wareega, hadaa ceelasha rabtidna uu kaaga wareegayaa, waa boos deegaan ah magaaladii ku dhex yaala 14,000. maantay qiimaha ay tahay iyo waxa ay dhulka tahay dadku way ogyihiin, waxa dhul yaqaana ee og. Booskaana wadadan weyn ee haddaad u jeedaan ee 20-ka ah, 2 boos baa ka xigta booska 3-aad uu ka yahay. Dabcan qof walboo dhul daniinaya ama haminayay wuxuu rajayn doonaa inuu kiisi noqdo. Anigana qofkii markaa igala soo hadla ee dee beeciisu beec diyaar uu yahay baan la dhameyn doonaa, aan kala shaqeyn doonaa biidnillaahi alkariim. Waxaan rajaynayaa muuqaalkan inaad ka faa'iideen, kana faa'iideysan doontaan jaaniska idinkaga muuqda ee dhuleed. Kilomitirka maana saarin laamiga ilaa inta meesha uu jiro, laakiin waxaan isleeyahay haddii laamiga laga xisaabiyo 2 kilomitir buu noqonaya, ama 1 kilomitir iyo dhowr 2 kilomitir xitaa ayaanan oranayn, 2 kilomitir wuu ka yaraan karaa intuu laamiga weyn u jiro. 1 kilomitir iyo 400 uu noqon karaa sida macquulka oo isleeyahay, balse maanan xisaabin. Waan halmaamay inaan kilomitir saaro, kolley qof walbo fursadaan arki karo ha ka faa'iideysto. Qofkii asaga aan awoodi karin, qof kale walaalkiisu awoodi karo ha uga faa'iideeyo. Waa idin salaama dhammaantiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.